بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ من جديد ونتحرك بإثارة جديدة وتحدي آخر. هنا يحمله سن المفاريد والإبكار الأصايل على البركة. مشاهدين الأعزاء نتابع هذا الشوط ونتابع الانطلاقة المميزة منذ البداية. هناك الصدارة والمقدمة، هناك الشاهنية سيب بن سعيد بن محمد النعيمي من يقدم لنا الشاهنية، ولكن هناك التقدم في هذه اللحظات، هناك تواجد ايضا والاندفاعه المميزه في هذه اللحظات. هنا الله شوف التحركات المميزه هنا في سن الصغار المميز وفي تحديات الصغار على ارضيه ميدان دستور. ولكن اعود واتابع المركز الاول، هناك الصداره، لا زالت الصداره مع الشاهنيه سيب بن سعيد بن محمد النعيمي من يقدم لنا المركز الاول وصداره هذا الشوط. ثاني المراكز هنا الشاهنيه ايضا ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي من يقدم لنا الشاهنية على المركز الثاني والمركز الثالث. بدأت التحركات أيضا في هذه اللحظات هنا على ثالث المراكز. هنا شيمة السعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الكتبي من يقدم لنا شيمة على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك تابع شعار، هنا الله، هنا شعار بن قدير على المركز الرابع، ولكن التقدم هناك في هذه اللحظات، هنا التقدم في هذه اللحظات، هنا التواجد ايضا من انذار حمد بن راشد بن سليمان من يقدم لنا انذار على المركز الخامس. ولكن اعود واتابع الشاهنيه على المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، انطلاقه مميزه في هذه اللحظات للشاهنيه سيف بن سعيد بن محمد النعيمي من يقدم لنا الشاهنيه. ولكن حذاري يا اخوي، حذاري، الله الله، شوف الانذار، انذار 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 لحمد بن راشد بن سليمان من يقدم لنا انذار على المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس على فوز انذار بالمركز الاول، حمد بن سعيد، حمد بن راشد بن سليمان، تهانينا والناموس. ثاني المراكز، ثاني المراكز شيمه لسعيد بن عمير بن مبارك الكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث.